أطفال يحملون أطفالا آخرين مصابين، نساء يصرخن ويركضن بحثا عن أطفالهن الذين فقدناهن. أما الجثث فهي فوق الأرض وتحتها، لم يتم التعرف على كثير منها، والأشلاء في كل مكان. هذا هو المشهد في مخيم جباليا، مأساة لا توصف. خلفها استهداف إسرائيل المخيم بستة أطنان من القنابل. هنا جبر، رجل في المخيم فقد أطفاله الثلاثة. وهنا فرحة بإنقاذ ثلاثة أطفال من ركام المنازل المدمرة. وهنا طفلة تصرخ خوفاً على والدها بعد إنقاذها بالدبابة. أما هنا فصرخة من وجع الفقد لعزيز أو قريب أو صديق. وفي المستشفى الأندونيسي، أقرب منشأة طبية كبيرة إلى جباليا، يظهر صف طويل من مئات الجثث المتفحمة ملقاة على أرض المستشفى، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الجرحى، معظمها إصابات في الرأس وبتر الأطراف. فهذا الاستهداف للمخيم خلف أضراراً كارثية، ونحو 400 شخص بين قتيل وجريح، معظمهم من النساء والأطفال. الضحايا بدت عليهم علامات حروق بنسبة 80%، ما يدل على استخدام إسرائيل لأنواع جديدة من الأسلحة المحرمة دولياً.